السلام عليكم. بان لي بان كاين اغلبيه ولا فوق الاغلبيه اللي كتعتبر بان الشركات حققت شركات المحروقات حققت ارباح غير اخلاقيه اليوم. انا جبت قدر 17 مليار درهم هذه الارباح الغير اخلاقيه. لكن شي رقم اخر تفضل الحكومه تفضل تعطينا رقم اخر نناقشوا بهذاك، ولكن ما حد ما عندي رقم اخر كنبقى بهذيك 17 مليار درهم. 17 مليار درهم قدمنا واحد التوصيه، قدمت انا شخصيا توصيه لاسترجاع دوك 17 مليار درهم خلال قانون تعديل الماليه. كنستغرب ملي كنسمع اغلبيه النواب ولا رؤساء الفرق حتى واحد ما كيجبد هذا الاسترجاع. راه 17 مليار درهم راه ما ساهلاش. 17 مليار درهم ما كانش عندكم فكره على 17 مليار درهم شنو نديروا بها؟ نفقين تحت التيشكه، نفقين تحت التيشكه. تران الرشيديه ولا الحسيمه يوصل ب 17 مليار درهم. 17 المستشفى جامعي هي 17 مليار درهم. 6000 مركز ثقافي وفي التعليم اللي هي اولويه الاولويات، 2000 مدرسه جماعتيه، توظيف ما يكفي من المدرسين، توفير سكن وظيفي لجميع المدرسين في المغرب في القرى، نقل مدرسي بالمجان لكل التلاميذ وكل الطلبه المغاربه، حاسوب لكل تلميذ وطالب في المغرب، منحه ب 1700 درهم لكل طالب في المغرب. 17 مليار درهم، 17 مليار درهم. ولكن اليوم كاين اهم من التعليم. تقول لي كيفاش عمر كتقول التعليم هو الاول؟ كاين اهم، كاين المصالحه الوطنيه، كاين المصالحه الانفراج. راه محتاجين انفراج. أبارك ما تكونوا عدميين، ما تكونوش عدميين، راه خصنا انفراج في هذه البلاد، ما تكونوش عدميين. شكرا. 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 بسرعه انا معك السيد الوزير، الدوله هي حنا، راه ماشي شي حاجه اخرى. ولكن السؤال الحقيقي اللي كينتظروا المغاربه، واش الدوله غتسترجع ديك 17 مليار درهم ولا لا؟ هذا هو السؤال. النقطه الثانيه، السيد داودي مشى بيل غيتس، دوال على بيل غيتس. بيل غيتس هذه عامين طلب من الحكومه تزيدوا في الضرائب، وانتم طلبوا لبيل غيتس ديالكم المحروقات اللي معاكم في الحكومه، ممثلين في الحكومه، حتى هما يديروا بحال بيل غيتس. وشكرا. شكرا.